السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة لإخواننا اللي موجودين في إدلب في ساحل كافة. مهم أخواننا، إحنا أخواتكم المأسورات عند الملاحدة الأكراد، كنتمنى من الله ثم منكم أنكم تكونون سبب في إطلاق سراحنا من عند هؤلاء التجار، لأننا إحنا خايفين كل الخوف من أن يبيعون النظام ويالحشد وأنتم أدرى من السفاحين بجوج. نسأل الله العفو والعافية. المهم أنا غنتكلم معكم بعفوية وبطلاقة كوني أخت مغربية، فكنشكم من هذا السجن غوانتانامو الثاني اللي إحنا عايشين فيه، وكل نهار مهددين تسليمنا لأي مكان. فأنا كنقول لكم جيو عندكم غبار الكذب مشان اخواتكم، كنبقاو كيجمعنا دم واحد هو دم مغربي بغض النظر شكون انا ومن اي فصيل. المهم انا عرضك وانا اختك، يعني كنتمنى من الله انكم تكونوا سبب في اطلاق سراحنا، لاننا سمعنا اخوان من تركمانستان، المهم ما اعرف هذا هو، انهم يعني تحركوا مشان اخواتهم، فكنتمنى من الله انكم تكونوا سبب في اطلاق سراح اخواتكم المغربيات. يعني زيحوا عنكم الغبار، الله يجازيكم بالخير. رحنا يعني عايشين هنا واحد عيشة لا يعلمها إلا الواحد الأحد. كنتمنى من الله أنكم تحركوا بسرعة، جزاكم الله خيرا. كنقول لكم من هذا المكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فك العاني فك الأسير. ما قال فك العاني فلان أو فك العاني فلان، قال بالجمع فك العاني فك الأسير. فكنتمنى من الله ثم منكم أنكم تكونوا سبب في إطلاق سراحنا، وجزاكم الله خيرا وتعاو كل السعيد بإذن الله. ما تخليوا تشي فجوة، وما تخليوا تشي حاجة إلا وطرقتوها، وما تخليوا سبب إلا وطرقتوها. فبارك الله فيكم، وإحنا رحنا معروفين يعني هنا المغاربة قليلين سبحان الله، حتى يعني الفقراء كما كنقولوا، راكم نتوما عارفين فقراء فقراء الى الله، فقراء من حيث يعني ما نقولكمش راحنا غنعطيوكم فلوس بزاف او غتخرجنا فلوس بزاف، لهذا علاش حنا كنلاجئكم من هذا المكان. يعني حاولوا بما امكن انكم تخرجونا وديروا اسباب عديده، وما تجلسوش، اول شيء ما تجلسوش وما تخلوش علينا.